هذا نوع التواصل اللي لازم يكون بين الأهل وأولادهم. ولنحكي أكثر عن الموضوع بنحكي مع كريستين بطرس المسؤولة الإعلامية بشركة ويل سبرينغ لبنان. أهلا وسهلا فيكي. هي شركة تعنى بكل ما يختص بالأطفال من نشاطات وترفيه وإلى آخره، بس كمان عندها جانب توعوي أسري. واليوم نضوي أكثر على الحملة اللي رح تنطلق عن التواصل بين الأهل وأبنائهم، يلي هلأ بعتقد صار مقطوع أو مزبوط. شبه مقطوع إذا فينا نقول تمام عمي. شو الوضع؟ بداية بحب أعرف أول شيء عن شركة ويل سبرينغ. ويل سبرينغ لبنان هو امتداد لويل سبرينغ مصر والإمارات يلي بشكله حالياً ويل سبرينغ انترناشونال. هدفنا هو تمكين الجيل الجديد لتحويل المجتمع من الداخل إلى الخارج. هذا الشيء بيصير من خلال نشاطات وبرامج ومخيمات من قدمها. كيف يعني تحويل المجتمع من الداخل للخارج؟ نحن بنعرف أنه مستقبل مجتمعنا هو الجيل الجديد، ولما نشتغل على الجيل الجديد من الداخل بنكون عم نساعدهم انه يحولوا المجتمع من الداخل الى الخارج بشكل افضل. اكيد عم نحكي عن تحويل الافضل. سو هذا الشيء بيصير من خلال برامج ومخيمات ونشاطات، مش بس للاطفال، للاطفال والشباب والعائلات كمان. اوكي، هلا خلينا بس نضوي شوي على الوضع اللي انتم عم بتشوفوه على الارض تحديدا بين علاقه الاهل والاطفال، كيف عم بتكون؟ بس حب وضح شغلة هون، إنه النشاطات يلي نحن منقدمها هي قائمة على التعلم بالخبرة، أي experiential learning. So لما نحن نشتغل مع العائلات مثل ما حضرتك سألتينا عن التواصل مع العائلات، نحن لأنهم إذا الولد إجا لعنا على مخيم أو نشاط بالسنة مرة أو اثنين أو ثلاثة، خلال السنة كلها هو عم بيكون مع أهله أو عم بيكون مع أساتذته بالمدرسة. So كرمال هيك قسم يلي بيهتم بالعائلات هو اسم كتير مهم بويل سبرينغ لبنان، لأنه منكون عم نعزز هيدي العلاقة بين الأهل والطفل، لأنه على مدار السنة الأهل هن يلي معنيين بالتربية الطفل. مزبوط، بشكل مباشر. كيف عم بتصير هيدا، كيف عم بتعززوا العلاقة؟ بما أنه نحن منقدم نشاطات ومخيمات، نحن عنا مخيمات على مدار السنة بنعملها للعائلات. يعني شو عم بيصير بقلب المخيمات؟ هي قصدي اذا فيني اقول انه بالمخيم بيجي، نحن بنسميهم فاميلي كامبس يلي فن نوعين، مادر اند تشايلد كامب شفنا وفادر اند تشايلد كامب. نعم، مادر اند تشايلد، فادر اند تشايلد، هن نفس الكونسبت اثنيناتهم، ولكن هون بيكون في الاب مع احد ابنائه او الام مع احد ابنائها بيجوا على المخيم. ليه ما بتجمعون؟ في عنا فاميلي كامبس لافراد العائله كلها. أوكي. ولكن اهميه الفادر اند تشايلد، مادر اند تشايلد، هو انه بيكون في تواصل مباشر بين الام واحد ابنائها، وهذا الشيء اللي بيعزز انه يكون في تواصل على مدار السنه كلها. او البي واحد ابنائه كمان نفس الشيء. صح، لانه نحن بنعرف هلا نحن بالعصر يلي نحن عايشينه في تواصل اذا فينا نقول انه هو فيرتشوال من خلال السوشيال ميديا. سو وخاصه هذا اللي ما بدنا اياه. صح، نحن بدنا تواصل مباشر في كل حواسنا موجوده. يعني الاهل لما يكونوا غايبين كل النهار طيب اوكي كريستين. نعم. احسن ما يروح الوقت وما نفهم كثير شو عم نحكي. جويل كانت سالت شو بيصير على الارض، يعني على الارض شو النشاطات اللي بيعملوها ام وابنها او بي وابنه؟ فعليا هي نشاطات ترفيهيه ورياضيه، انما من خلال التعلم بالخبره. يعني بيجوا بيلعبوا بينبسطوا بيقضوا اوقات حلوه مع بعض، انما من بعد كل لعبه بيكون في ريفلكشن، نحن بنسميها ريفلكشن، اي دقيقتين ثلاثه او خمس دقائق اللي هن بيكون في مجال للطفل يشوف او هو يحلل المراحل يلي مرق فيها باللعبه، شو وين نقاط الضعف، وين نقاط القوه، وين قصر، كيف كان في حسن ادائه، شو تعلم من وراء هيدي اللعبه يلي بتساعده. وين دور الاهل بهاللعبه؟ الاهل المخيمات اكيد عم يلعبوا معهم. اوكي، مخيمات الاهل عم بيصير في تواصل مباشر من خلال مشاركه الاهل باللعب، وهون بنكون لانه بكل لعبه بيكون في هدف معين، قيم اخلاقيه نحن بنشتغل عليها. سو كل لعبه بيكون في قيمه اخلاقيه. وبهالفتره ممنوع السلولار، ممنوع الايباد، ممنوع كلياً. كليا لازم ضروري، لانه هول اللي عم بيخلونا انه نبعد عن بعض شوي. لسلكه. طيب هيدا النشاط عم بيكون مره او مرتين خلال العام، بس كيف عم بتخلوا الاهل والاطفال انه يحملوا معهم هيدا التواصل خلال العام كله؟ هلا خلال المخيم يلي هو بيكون سبت احد، والمخيم الجاي هون بحب نوه انه رح يكون ب 18-19 تشرين الاول. خلال المخيم بيكون في الى جانب الالعاب الترفيهيه والرياضيه بيكون في اذا فيني اقول سيشنز توعويه للاهل. سو هون بيكون في متكلمين متخصصين بالتربيه بيكونوا عم بيعطوا الاهل الاشياء اللي بتخليهم انه يحسنوا ادائهم التربويه مع اطفالهم. يعني مش بس المسؤوليه بتقع على الولد انه نبعده عن التكنولوجيا وخليه يتواصل اكثر مع الاهل، الاهل كمان في لهم دور. اكيد اوقات نقاط اساسيه ما بيكونوا يمكن كثير منتبهين لها. بتقدري هيك تعطينا هيك نصيحه سريعه وصغيره؟ ده سؤال مصلحه.
اكيد مبين بس بيطلع له بيطلع على الجوال. اوكي اعطينا نصيحه انه قضوا وقت مع اطفالكم اكثر من ما انتم عم تقضوه، لانه بالفعل انا بعرف، انا ام وبعرف واكيد انتم بتعرفوا انه بالعصر اللي نحن عايشينه، لانه نحن بدنا نلحق نامن لاطفالنا الاحتياجات الاساسيه، المأكل والمشرب والعلم والاشياء اللي هن بيتمنوا وبيطمحوا يحصلوا عليها، بنكون ملهيين كيف بدنا نامن المعيشه وكيف بدنا نامن طلباتهم، بننسى اوقات كثير انه الطفل بحاجه لاشياء اكثر من هيك بكثير، بحاجه لوجودنا معه، بحاجه ومش حيالله وجود. قديش اولادنا بينعزموا على بيرث دايز، بنروح بنخليهم يلعبوا او نحن بناخذهم على اماكن مخصصه للعب، هن بيلعبوا ونحن بنقعد بنشرب فنجان قهوه. فبالمخيم عندنا لا، ما بنقعد بنشرب فنجان قهوه، بنلعب مع اطفالنا، نحن بناخذ هالوقت نحن نرتاح وجودنا اكثر، لانه الوجود الام او البي مع الطفل هيدا يلي بخليه انه بده الطفل. بدي اضيف شغله، اوقات الام والبي بينسوا قديش في عن جد متعه بالتواصل مع اولادهم بالعاب كثير بسيطه، مش عم بمزح. اللي عم بتقوله جوالي كثير صحيح، عن جد مش عم بمزح لانه انا باخذها من تجربه شخصيه، وهون بعتذر عم بحكي شيء شخصي يعني، بس بكون عن جد اوقات ملهيه كثير، بس وقتها بقعد بلعب سلم وحي انا وابني عن جد كثير بنضحك وكثير بنتسلى. تربحي انت او هو؟ اللي بيربح. بس هو ما بتزعبري يعني جوال؟ لا ما بزعبر وما بترك له مجال هو يربح يعني، بس تراضيه. لا اوكي، يلي عم بتقوليه كثير صح، لانه بالمخيمات تبعولنا هذا الشيء بيلمسوه الاهل، يعني باخر المخيم نعطي مجال انه يعطوا اختبارهم الاهل او التستيموني التجربه يلي مرقوا فيها خلال المخيم، وهون بيكون عن جد الثمر يلي نحن عم نحصل عليه كثير كثير حلو ومشجع حتى نقدر نكفي، لانه بيكونوا عم بيقولوا انه هن اختبروا اشياء ما كانوا متوقعين انه رح يختبروها، لانه ما حدا بيفكر انه من خلال اللعب ممكن يتعلم شيء. اوكي، مين هن العائلات يلي اكثر شيء عم بتشارك بالمخيم؟ العائلات المتفككه يمكن، يلي عندهم كايات مخصصه طلاق او مش بالضروره، اوقات كثير بيكون في عائلات بنشوفها شكليا انه هي عائله كامله غير متفككه، ولكن بيكون في اشياء مهزوزه بقلب العائله. سو كل العائلات، نحن مستهدف كل العائلات، لانه مش بس بنكون عم ناسس او عم نعزز التواصل، انما عم نخليها تتمتن يعني تتوطد اكثر، يعني اذا كان في تواصل تتوطد، واذا ما كان في تواصل بيصير في تواصل. كنت عم بقول انه يمكن اكثر شيء بحاجه لهيك انواع من المخيمات هن الاهل يلي بيشتغلوا كثير وبعاد بشكل يمكن هيك طويل عن اولادهم. صح، وكرمال هيك نحن بنقصد انه المخيم تبع فادر اند تشايلد مادر اند تشايلد يكون سبت احد، لانه الاهل بيكونوا فاضيين وفتره قصيره كمان. صح، وفتره قصيره، ليله وحده يومين، انما تجربه بتكون رائعه. هل المخيمات بتعدوهم كل فتره الصيف؟ اكيد اكيد، نحن السلوغن تبعنا وي كامب اول اوفر ذا يير. اه كل السنه. صح، طيب وين يعني لازم يكون في اماكن معينه مثلا بعيد عن المدينه والضجه، بعيد عن انترنت الارسال مثلا؟ اكيد ما بعرف اذا مسموح اقول هلا المخيم الجاي وين. إيه هو رح يكون بكونتري لودج، هو اوتيل وسبا، سو عنده اندور واوت دور فاسيليتيز للمخيم. لا بتدفع الفاتورة هي، شو خصني انا؟ لا منروح منروح منروح. لا عن جد بالفعل انا بعزمكم تجوا تجربوا المخيم، لانه رح تختبروا. لا عم بقولوا لنا لانه دعايه يعني. لازم تدفعي الفاتوره. انا سالت. هلا انت ونازله ما تستغربي. اوكي ورقه هيك حاطين لك اياها على البال. مش مشكله، الفيوتشر بتمون. تسلمي انت. اوكي، عم بيكون كمان في بسيكولوج مرافقه كل العائلات؟ إذا فيني أقول مش بسيكولوج، إنما ناس أخصائيين بالتربية، هن يلي بيعطوا المحاضرات للأهل، سو أكيد يكونوا أشخاص مؤهلين حتى يعطوا شيء هن متمكنين منه. طب خلال كل هدول الفترات يلي كنتوا عم تعملوا فيهم الكام، شو حسيتي إنه أكثر شيء مفقود اليوم بين علاقة الأهل والأطفال؟ أكثر شيء الكوميونيكيشن، التواصل. التواصل يعني بنشوف نحن اذا بنفوت على عائله بنلاقي كل واحد قاعد على السيلولار، يا على الفيسبوك يا على الواتساب يا على شيء، يعني في حادثه صارت قدامي مش من زمان. هدي اسالك يا اذا صار شيء، انه حادثه صارت قدامي، مش عم بحكي بين افراد يعني العائله الصغيره، العائله الواسعه يعني بين تو كازنز قاعدين بالصالون عم بيحكوا مع بعضهم من خلال الواتساب. مزبوط، ونحن شايفينهم كل وحده يعني قاعده على السيلولار بيكونوا عم بيحكوا على حدا الان.
لا لا بس انه ما قالوا شو بدي يحكوا عليك. لا اوقات عن جد بتصير وكثير بنسمعها انه الولد بيكون بقط النوم وامه بالصالون بليز مام جيب لي كبايه مي على الواتساب. انا منه مضطر يعيط لها بقى حتى. هلا هدول يمكن لها فوايد كمان يعني هالقد بت ليكي جوي. انا بس انا فكري صار شيء يعني 100% اوكي بس صار شيء شفتوه ما بعرف ام تخانقت مع ابنها ابن عم بلوم بيه صار شيء هيك لا نحن شخصيا بالمخيم ما بيصير لانه علاقتنا معهم بتكون بالمخيم خلال هيدي اليومين يلي بيكونوا موجودين معنا ولكن نحن عايشين بالمجتمع وبنشوف حوالينا من خلال اصحابنا قرايبنا جيراننا يعني بنعرف المشاكل يلي موجوده بالمجتمع كرمال هيك اهميه تعزيز العلاقه الاسريه كثير مهمه لشركه ويل سبرينغ لبنان اوكي كتعزيز العلاقه الاسريه غير مخيمات بتعملوا شيء نشاطات تانية؟ أكيد نحن خلال السنة كلها عنا نشاطات عنا نشاطات بتستهدف المدارس والجمعيات والمؤسسات من خلال مخيمات بنعملها داي كامبس أو سبورتس دايز بنعملهم للمدارس حتى بنعمل كامبس أبرود كامبس بنسميهم يعني هن كامبس خارج البلاد حتى الولد يتعرف على ثقافات جديدة سو مثل ما عم نشوف أنه ويل سبرينغ لبنان تهدف لبناء القدرات الشخصية والقيادية عند الطفل مش بس الأسرية صح حتى يقدر هذا الطفل يكون مثل ما بيقولوا هو المجتمع الافضل لنا بالمستقبل. اوكي الشركه متواجده بلبنان وببلدين كمان الامارات وبمصر نعم. اوكي الوضع نفسه بالعائلات بالامارات وبمصر مثل لبنان لكن فينا اعطيك انه بالمجمل العائله على طول هي بحاجه لاهتمام واحتضان ان كانت بلبنان او برات لبنان اكيد بين حضاره والثانيه بتختلف بس المجتمعات العربيه بشكل عام بتختلف التحديات اكيد في كثير اشياء متشابهه بين لبنان ومصر والامارات لانه نحن عايشين بالشرق اوكي هول المشاهد اللي عم نشوفهم من ويل سبرينغ مصر نعم هون يمكن نشاط خاص بالكبار هون عم نشوف فادر اند تشايلد كامب اذا لاحظتوا كان في متكلم مختص يلا بنسمع شوي بتجري معانا وبتلعب معانا وتعبان ولا انا بقى زهقت فطبعا انا كنت مبسوط جدا وسعيد جدا اني انا بعمل كل لعبه معاهم وسعداء جدا احنا الثلاثه ان بنشارك مع بعض وبنلعب مع بعض وان انا كواحد عندي 49 سنه عندهم 11 سنة فأنا في الكامب ده كان عندي 11 سنة أنا ويوسف وهيا لوحدنا خالص في حتة بوندينج جميل جدا ظريف جدا بنلعب مع بعض نزلت لسنهم اكتر ما من اي حاجه اتبسطت جدا السيشنز كانت مفيده كان في يعني حط يعني في ممكن حاجات كتير قوي كنت بعملها بس في نقط معينه كده نورت معايا بالظبط يعني هي الكليك لا الحته دي انا ناقصاني الحته دي ناقصاني فان شاء الله يعني اقدر استفيد من الحاجات دي واعرف يعني كنا عم نحكي انه المجتمعات العربيه ولو بتختلف ببعض النقاط بس في كثير قصص متشابهه بين بعضها وكنت عم تقولي لنا انه كيف بيصير التعلم بالخبره نعم هذا يلي بيميز نشاطات شركه ويل سبرينغ لبنان لانه اكيد في كثير ناس بيعملوا نشاطات ولكن اوقات بنفتقد الشيء التعليمي والتثقيفي من وراء هذه اللعبه هون عم نلعب وننبسط ولكن في هدف من وراء كل لعبه كيف بيصير التعلم بالخبره نحن بنعرف انه حيلا شخص ان كان طفل او شاب تجي تحطيه مقابلك وتعلميه او تعطيه ليكتشر بحس اخر شيء انه زهق وما بقى قادر يسمع وما بيستوعب اكثر من شغله او شغلتين يمكن صح بحس حاله مجبور فيها انما من خلال اللعب بيقدر يتعلم الطفل او الشاب كثير اشياء بطريقه غير مباشره من دون ما يحس انه تعلم وبيكتسبها في اشخاص اختصاصيين بحضروا الالعاب اكيد كل الاشخاص اللي بيشتغلوا مع الاطفال عندنا هن اشخاص مؤهلين وبيخضعوا لتدريب دائم بس هون بحب اوضح شوي عن التعلم بالخبره كيف بتصير عمليا هي على اربع مراحل اول شيء الاكتيفيتي اللي بتصير النشاط يلي عم بيلعبوه هن ثاني مرحله الشيء الملموس يلي التمسوه او حسوه من خلال اللعب ثالث مرحله هي بنسميها نحن الريفلكشن بنخلي الولد او الشاب يفكر شو المراحل اللي مرق فيها ويصير في انتر اكشن معه مع الشخص اللي كان عم بيلعبه رابع مرحله بتكون تعززت الكونسبت يعني الفكره والهدف من وراء اللعبه وهيك بيكون تعلم شيء جديد
اوكي. اقرب موعد لنا ب 18-19 تشرين الثاني. صح مزبوط. رح يكون كل نهار على مدى يومين، سبت واحد. سبت واحد بيكونوا. رح يكون فيكم، رح يكون فادر اند تشايلد، مادر اند تشايلد كامب. نحن موجودين على الفيسبوك وعلى الانستغرام، فيهم يتواصلوا معنا من خلاله، او على اذا فينا نقول رقم التليفون يلي هو 70 28 25 03. اوكي. طيب كريستين بطرس المسؤولة الإعلامية بشركة ويل سبرينغ لبنان، نحن بنشكر حضورك معنا. حلوين الأخبار اللي خبرتونا إياها، وحلو إنه بعد عم نعرف كيف نعزز التواصل بين الأهل وولادهم بعيداً عن التكنولوجيا ولو على مدى يومين، بس أكيد هذا الشيء بفيدهم كل السنة. ثانك يو سو ماتش، وبرجع بكرر عزيمتي لإلكم تكونوا موجودين معنا، بيشرفنا حضوركم مع أطفالكم. ثانك يو، أهلا وسهلا فيك. بريك بنرجع نتابع أخبار الصباح، خليكم.